فيها الرجاء هذا العام. بحال اللي عرفتوا الرجاء لعب 30 مقابله وحنا يلا في جوج يناير. هذه يلا شهر فاز الفريق كاس افريقيا ديال لاكاف وعنده تحديات كثيره منها تراكم المقابلات، يمكن غنوصلوا ل 70 مقابله هذا العام، بين 60 الى 70 مقابله. هذا كيعطي واحد الضغط كبير والبرمجه ما مساعداش الرجاء بالاخص بعد المقابلات المهمه اللي جايه. كاين بعض المقابلات اللي يومين ولا قبل 3 ايام قبل المقابلات مهمه اللي ما يمكنناش نقوموا بالواجب ونكونوا ونبانوا في احسن الظروف. ولهذا هذه المحطه اليوم باش نوضحوا الراي العام والمسؤولين البرمجه على هذه النقطه. والنقطه الثالثه هي تراكم الاخطاء التحكيميه، دازت في خريبكا وعاود دازت عاوتاني في بركان وعاوتاني اليوم كدوز، وهذا الشيء بزاف بالاخص الا شفنا المقابله اليوم. تعطات ضربه جزاء ضدنا اللي ما كانش ضربه جزاء وتحيداتنا ضربه جزاء اللي كان ضربه جزاء، وهذا بزاف. وكنعرفوا بان الحد اللي فات في الماتش ديال بركان كان ضربه جزاء في الجوله الاولى وتحيداتنا، هذا الشيء بزاف. وكنطلبوا من الناس اللي مكلفين في التحكيم ياخذوا بعين الاعتبار يعني الحجم المقابله قبل ما يعينوا شي حكم، باش ما نعطيو يعني الظرفيه ونعطيو الامكانيه الرجاء باش يلعب احسن الظروف. ما كنقولش خصنا يعني نعطيو بعض الامتيازات الرجاء، كنقولوا الرجاء خصها يعني تعطى لها المكانه ديالها ونخليوها تلعب في واحد لا بروغراماسيون وفي لي كونديسيون ديال لاربيتراج اللي تكون مزيانه. شكرا.